ننتقل إلى أعظم هذه الفتن وأكبرها، وهي فتنة الدجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وقد فتنة أكبر من الدجال، وقد أنذر كل نبي قومه. السؤال الأول: هل الدجال هو من البشر ويعطى قدرات خارقة، أو أنه مخلوق آخر لا ندري ما هو؟ الدجال رجل من بني إسرائيل، من البشر. مسيح الدجال رجل من بني إسرائيل من البشر، ولكنه ضخم الخلقة وله قدرات خارقة أودعها الله به، وجعله الله فتنة للناس. وما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، ويجري الله على يديه من الخوارق الشيء الكثير جدا، ولا يقوم إلا بعد أن يشتهر الدجل والخرافة بين الناس، فتهيأ الناس له، فبين يدي الدجال دجاجلة كلهم يزعمون أنه رسول الله. هل هو موجود الآن؟ نعم هو موجود الآن، حي على وجه الأرض، حي على وجه الأرض في جزيرة خاصة به لا يطلع الناس عليه، ومحجوب بغيب الله كما حجب الله كثيرا من الأمور الآن في غيوبه. وقد أطلع الله عليه تميم بن أوس الداري في ركب من التجار، وحديث الجساسة. لو رأيتم لنا خلاصة حديث تميم، لأنه تنبني عليه بعض الأسئلة. تميم ذكر أنه ذهب هو وأصحاب له في سفينة، فجاءت رياح عاتية في البحر فهاج البحر بهم، فذهبت بهم السفينة شهرا أو 40 يوما لا يدرون في أي اتجاه يذهبون، فجاعوا جوعا شديدا، فرأوا جزيرة، رأوا شجرا في جزيرة ففرحوا بها فأسرعوا إليها. فلما نزلوا في هذه الجزيرة استقبلهم دابة أهلب لا يعرف قبوله من دبره. هذا التذكير لفظ الدابة شيخنا ما تخرجه في الضمير؟ الدابة التاء التي فيها ليست للتأنيث، مبالغة، نعم. كعلامة، نعم. فقالوا: ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فكلمتهم بالعربية، فبدأوا يسألونها عن الأخبار، فقالت: الشيخ إلى خبركم، الشيخ بالدير إلى خبركم بالأشواق. فذهبوا إليه فوجدوه رجلا ضخم الجثة موثقا بتوثيق عجيب بالحبال لا يستطيع الحركة معهم، وما رأوا أحدا أشد وثاقا منه. فسألهم عن قصتهم وسألوه، فقال: قد قدرتم على خبري. قالوا: ما خبرك؟ قال: قد قدرتم على خبري. فسألهم عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسألهم عن النخل بيسانة، وسألهم عن بحيرة الطبرية، وسألهم عن عين زغرة، ورجعوا ولم يذكر تميم طريقة رجوعهم، ولكنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأصل القصة، فحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم، وهو الحديث الوحيد الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحابه. اللهم صل وسلم عليه. هذا التقييد الذي كان عليه الدجال هو تقييد حادث بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو هو مقيد منذ خلق؟ هو مقيد منذ أدخل في تلك الجزيرة، والله أعلم متى أدخل فيها. لأنه على القول بأنه ابن صياد مثلا كما سنأتي، لا ليس ابن صياد، صياد أسلم وولد له، والدجال لا يولد له. طيب. لا يدخل مكة ولا المدينة، ابن صياد ولد في المدينة وأسلم وحج ودخل مكة. هم قالوا هذا إنما المقصود به حالة خروجه في فترته، أما قبل ذلك فقد يولد له وقد يدخل المدينة ومكة. لا، الحديث فيه إطلاق ذلك أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وأن على أنقابهما ملائكة يمنعونه من دخولهما، كلما أراد أن يدخل اعترضه ملك بالسيف صلته. والقيد باق عليه إلى يوم خروجه، إلى يوم مخرجه. فيه ما يدل على هذا، أو هو أصل الحديث فقط حديث تميم؟ هو أصل الحديث تميم، وأيضا ذكر أنه سيخرج في آخر الزمان، وبيان الأحاديث الكثيرة المتواترة في مخرجه وطريقته. لكن هل فيها ما يدل على استمرار قيده، أو هو فقط استصحاب لأصل حديث لا تميم؟ أنه لا يعرفه الناس ولا يخرج إلا في ذلك الوقت، مخرج الدجال وقت واحد. طيب. ولا يمكث في الأرض إلا 40 يوما، يوم كسنة، أنا ألح على هذا ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. ولح على هذا أنه سيأتي بعد قليل في بعض تخرجات المعاصرين ما هو مبني على أن هذا القيد قد فك، فلذلك أسأل: هل هناك ما يدل على أنه فك أو لم يفك؟ لا لم يفك، استصحاب للأصل. نعم. لا بدليل أنه ما زال مقيدا، أنه ما زال مقيدا في مكانه، وإذا فك مباشرة سيخرج، هو له شأن عظيم، هو معه نار ونهر، ويكلم الموتى، ويأمر السماء فتمطر. نعم. ويأمر الأرض فتنبت، وهكذا. طيب، الصفات الخلقية التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم عن الدجال، صلى الله عليه وسلم
الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن كل نبي أنذره قومه، ولكنه أعطانا علامة لم يعطها نبي قط قومه، وهو أنه مكتوب بين عينيه كاف راء بالعربية. بالعربية. وأيضا بين أنه أعور، وجاء ذلك في عينيه معا، فإحداهما كأنها عنبة طافية والأخرى كأنها عنبة طافئة. إحدى عينيه كبيرة جدا خارجة من مكانها وهي يرى بها، والأخرى مطفئة لا يرى بها. وفي شعره شيء في صفة شعره؟ أي نعم، له شعر طويل لمة طويلة تصل إلى كتفيه.